أمراض القلب والأوعية الدموية مستشفى جامعة الإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. كنا عايزين نعرف جلطات القلب في مرضى نقص الصفائح الدموية. الحقيقة هما يعني لازم نتكلم الأول، يعني في ناس كتير بتتخيل إن مرضى جلطات القلب بيبقوا مرضى أكتر، إن هما يكون عندهم صفائح دموية أكتر لأن هي اللي بتكون الجلطات، بس في الحقيقة الناس برضو اللي عندها نقص في الصفائح الدموية بتبقى عرضة أكتر إنها يجي لها جلطات في القلب. يعني إحنا كان لازم نتوسع أكتر ونتبحر في الموضوع ده عشان نفهم إيه اللي بيحصل فيه. لقينا إن المرضى اللي هم عندهم نقص في الصفائح الدموية اللي هم المفروض يكون عندهم عرضة أكتر للنزيف، بالعكس ممكن يجيلهم جلطات في القلب أو حتى جلطات في المخ أو في أي مكان في الجسم. فكان لازم نعرف إزاي نتعامل مع حاجة زي دي. أوكي، إمكانية عمل قسطرة قلبية، هل ممكن يعمل قسطرة قلبية أو دعامات لمرضى نقص الصفائح الدموية؟ أكيد بس ده معتمد على حاجات كتير، يعني إحنا لازم معتمد على عدد الصفائح الدموية دي، معتمد هل المرضى دول بيجي لهم نزيف أو لأ. يعني لو عدد الصفائح الدموية ده بيبقى مثلا اقل من 50 او المرضى دول بيعانوا من نزيف حاد، ساعتها بيبقى صعب جدا ان احنا نعمل لهم قسطره، لان علاج القسطره او الدعامات بيبقى محتاج بعديه ان احنا نديهم ادويه بتعطل او بتاخر الوظيفه بتاعه الصفائح، فهيبقى صعب ان احنا نعمل كده. لكن المرضى اللي ما بيشتكوش من نزيف او عدد الصفائح بتاعهم متوسط اكتر من 50، دول ان احنا ممكن نعمل فيهم قسطره او دعامات. بس طبعا لازم يبقى يعني ريسك بنفيت ريشيو، لازم نتناقش مع العيان نعرف ان نفهمه ان في خطر ممكن يحصل له نزيف او اعراض جانبيه من القسطره او الدعامه دي، بس برده يبقى عارف ان البنفيت اللي هياخده لما يعمل قسطره او دعامه هيكون عامل ازاي. هيك شايفه ازاي اليكس كارديو اليكس ممكن يساهم في ارتفاع الاداء الطبي في مصر؟ اكيد طبعا، اكيد كارديو اليكس ممكن يساهم في ارتفاع الاداء الطبي في مصر. يعني انا كيونج كارديولوجيست لما كنت سنه اجي هنا متجمع في مكان واحد كل ابديتس ريجاردنج كل الفيكس تقريبا في الكارديولوجي، واقدر اخد منها يعني اجدد حاجه في كل فيلد، ده اكيد يعني هيساعد ان انا ابديت ماي نوليدج، واكيد زمايلي كلهم نفس الشيء يعني. فطبعا يهوب ان كل سنه الموضوع يبقى ابديتد تو ذا موست، بس يعني ان شاء الله كل سنه بنجاح. ميرسي جدا لحضرتك، شرفنا بلقائك النهارده.